حتى السيد مقتدى اليوم هو الحلقة الأضعف، لكن هو طعم أخيفة سحب من البيت الشيعي كما قال السيد محمود، سحب كي يضعف البيت الشيعي وبعدين يرمى به. ولا أنا لا أثق اليوم بمن يفخخني ويقتلني على طيلة هاي السنين، أنا لا أثق بمن يجلب الإسرائيلي والصهيوني ويجعله يدخله للعراق ومنه يهاجم الحليفة الجمهورية الإسلامية التي ساندتنا في الوقوف ضدها، يعني أكثر من هذه المساندة ووضعت كل شيء أمام العراق وأعطت رجلها الثاني ليستشهد بالعراق خدمة للعراقيين. أنا لا أثق بهؤلاء. أنا باليوم أجلس وأثق، يجب أن أفهم أوصل هذه الرسالة إلى التيار الصدري.